السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلبتي الأعزاء. لقاء جديد يجمعنا مع درس جديد من دروس مادتي العربية لغتي، والذي نبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. سنتعرف اليوم على حرف جديد من حروف اللغة العربية. حرفنا هو ضيفنا لهذا اليوم، يخبرنا عن نفسه فيقول: أنا حرف من حروف اللغة العربية، أشبه حرفي الباء والتاء، ولكن أختلف عنهم بشيء، فهل عرفتم من أنا؟ تعالوا بنا لنذهب في رحلة مع صديقنا كنان ليخبرنا بها عن الحرف الجديد. تابعوا معي. مرحبا يا أصدقاء، ما رأيكم أن نذهب اليوم في رحلة جديدة لنتعرف معا على حرف الثاء؟ أنا حرف الثاء، أحب أن أضع قبعة فوقي من 3 نقاط حتى أحمي نفسي من أشعة الشمس المحرقة. ما الحرف الذي أخبرنا به صديقنا كونان؟ نعم أحسنتم، إنه حرف الثاء، اسمه ثاء وصوته إث، ثاء صوته إث. حرف الثاء من الأحرف اللثوية، ألفظه بالعض على اللسان بوساطة الأسنان العلوية. تعالوا بنا لنرحب معا بحرف الثاء. يختلف حرف الثاء عن حرفي الباء والتاء. لحرف الباء نقطة تحت الحرف، أما حرف التاء لحرف الباء نقطة توضع تحت الحرف، أما حرف التاء فلديه نقطتان فوقه، أما ضيفنا حرف الثاء فلديه 3 نقاط تزينه. والآن تعالوا بنا لنتعرف على أشكال حرف الثاء. لنقرأ جملة التجريد. أخبروني ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، غياث وليث معا، غياث وليث معا. ما صوت الحرف الذي نسمعه في هذه الجملة؟ أين سمعتم صوت حرف الثاء في هذه الجملة؟ أحسنتم، في كلمتي غياث وليث، غياث وليث. أين جاء حرف الثاء في كلمة غياث؟ أحسنتم، جاء حرف الثاء في كلمة غياث في آخر الكلمة منفصلا، وهذا هو شكل حرف الثاء في آخر الكلمة منفصلا. أما كلمة ليث، جاء حرف الثاء في كلمة ليث في آخر الكلمة متصلا. الجملة الثانية، ثناء وغيثاء معا، ثناء وغيثاء معا. أين سمعتم صوت حرف الثاء في هذه الجملة؟ نعم، مرحى لكم، في كلمتي ثناء و غيثاء، ثناء وغيثاء. ثناء، أين جاء حرف الثاء في كلمة ثناء؟ أحسنتم، ثاء في أول الكلمة، ثاء في أول الكلمة، وهذا هو شكلها. أيضا غيثاء، جاء حرف الثاء في كلمة غيثاء في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. إذن لحرف الثاء 4 أشكال نتذكرها معا.
ثاء في آخر الكلمة منفصلا كما في كلمة غياث، أيضا ثاء في أول الكلمة كما في كلمة ثناء، أيضا ثاء في وسط الكلمة كما في كلمة غيثاء. الشكل الرابع وهو ثاء في آخر الكلمة متصلا كما في كلمة ليث. تعالوا بنا لنسمي الصور التالية. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، ثوم، ثوم، وأيضا في هذه الصورة مثلث، مرحى لكم، وأيضا هذه الصورة محراث، محراث. إذن نسمع في هذه الصور صوت حرف الثاء. ننتقل إلى أصوات حرف الثاء مع المدود القصيرة ثم مع المدود الطويلة. أبدأ بالمد القصير وهو الفتحة. ثاء فتحة ث، ث. ثاء ضم ثو، ثو. ثاء كسرة ثي، ثي. أيضا صوت حرف الثاء مع المدود الطويلة. ثاء ألف ثا، ثا. ثاء واو ثو، ثو. ثاء ياء ثي، ثي. إذن حروف المد الطويل ألف واو ياء. ثاء ألف ثاء، ثاء واو ثو، ثاء ياء ثي. أما حرف الثاء مع المد القصير ث، ثو، ثي. انتقل إلى التقويم النهائي. أرسم دائرة حول حرف الثاء في الكلمات التالية. ثعلب، أين جاء حرف الثاء في كلمة ثعلب؟ أضع دائرة عليه. أحسنتم. أيضا تمثال، نعم، أضع دائرة على حرف الثاء. أيضا كلمة ليث، أضع دائرة عليها. أيضا محراث، أرسم دائرة عليها. أحسنتم، مرحى لكم. السؤال الثاني، أحوط حرف الثاء مع المدود مع المد الطويل في الكلمات التالية. ثابت، أحسنتم، ثاء ألف ثاء. ثوم، ثاء واو ثو. ثيران، ثيران، ثاء ياء ثي. أحسنتم، أنتم حقا رائعون. وهكذا أحبتي التلاميذ تكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى اللقاء في درس جديد من دروسنا الممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.